السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد الوجيب. اليوم حنتكلم عن درس جميل جدا بالشيل سكريبتنج، وهو استخدام العلامة هذه اللي هي تلت أو تلدا أو تلدي، كل الناس تسمع على كيفهم. عموما العلامة هذه عن طريق شفت حرف الذال تطلع لك العلامة هذه باللغة العربية. طيب، الفائدة من العلامة هذه هي اختصار إلى مجلد الهوم الخاص بالمستخدم الحالي. فمثلا بدل ما أكتب سيدي هوم عبد المجيب، تمام، ممكن أكتب طبعا لاحظ أن انتقلت إلى الهوم حقي، ممكن أروح لميوزك مرة ثانية، لو ضغطت الآن سيدي بالشكل هذا راح أنتقل إلى على المجلد الهوم حقي. هذا يعني ممكن أطبق أشياء ثانية عليه، من ضمنها اللي هي نفترض أني حاليا على مجلد الميوزك مثلا، تمام، ممكن أنتقل إلى مجلد الدوكيومنتس عن طريق الأمر هذا، بس دوكيومنتس زي ما أنتم شايفين هذه دوكيومنتس، تمام. الآن أنا موجود بالدوكيومنتس. طيب ننتقل لمجلد الهوم بالشكل هذا ونسوي كلير عشان نصفي الموضوع. طيب الامر هذا له اكثر من طريقه للاستخدام. اوكي، احنا عرفنا انه العلامه هذه فائده منها ايش، انه تنتقل للهوم. فمثلا الان لو كنت على مجلد ميوزك مثلا وسويت ls وحطيت العلامه هذه ls، الفائده منها ليست للملفات الموجوده بالمجلد الحالي. لو ضغطت على ls مجلد الحالي ما في شيء، خلينا نسوي تاتش مثلا فايل، تمام. لو سويت ls لاحظوا انه في مجلد اسمه فايل الان، طيب او عفوا ملف. طيب كيف اقدر اني اسوي ls مجلدات الهوم بدون ما اروح للهوم؟ عن طريق ls بالشكل هذا ظهر لي ملفات الهوم كامله، تمام. طيب في اكثر من طريقه للاستخدام، وبنصح طريقتين مشهورات، تمام. الان خلينا ننتقل لمجلد الهوم مثلا بالشكل هذا. اوكي، لو ضغطنا على ls الان طلع لي ملفات الهوم الحاليه، تمام، جميل. الان لو ضغطت على ls علامه الهوم طلع لي ملفات الهوم الحاليه. ليش؟ لان هذه ملفات الهوم، مما يعني انه لو قلت cd ميوزك سويت ls بالشكل هذا طلع لي مجلدات الهوم. طيب انا كيف اقدر استفيد من الامر هذا انه يحفظ لي المسار الموجود حاليا والمسار السابق، تمام، ومجلد الهوم. احنا عرفنا انه اذا بننتقل لمجلد الهوم نكتب cd بالشكل هذا وننتقل للهوم. طيب انا ضغطنا على ls بعدين حطينا تلدا زائد، ايش راح يعرض؟ راح يعرض الملفات الحاليه، تمام. ملفات ايش؟ الملفات الحاليه، يعني كانك مسوي عرض للمجلدات الحالية. طبعا الامر عشان تفهمه اكثر سو cd music، تمام، سو ls واحدة تعرض لك الملفات. لو سويت ls بالشكل هذا تعرض لك الملفات الحالية. طيب لو سوينا ls مع تلدا ناقص راح يعرض لنا المجلد او المسار اللي كنت انا جاي منه، تمام. انا جيت مجلد الهوم، تمام، من طريق مجلد الهوم بعدين دخلت الى هنا، تمام. هذه فكرة التلدا، تمام. نسوي سكريبت سريع علشان نفهم الفكرة. طيب عندي ملف سكريبت، هذا ملف سكريبت. طيب open with kate. طيب اعطيه خط كبير عشان تشوفون معي. طيب احنا قلنا بالبداية نسوي بن باش، تمام، وبعدين راح نسوي اللي احنا نبيه. طيب ممكن نعرض رسالة اللي هي echo، تمام، we will go to home now، تمام. بعدين هنا راح نسوي ايش؟ sleep مثلا، كنا sleep الفائدة منها توقف 3 ثواني. ثم الان راح نسوي اللي هي cd home، ماشي، اوكي. الان راح نسوي هنا ls، او بلا صح بنكتب هنا رسالة we're home، نحن في المنزل، ماشي، اوكي. بعدين الان ايش راح نسوي؟ راح ننتظر sleep 3 ثواني ثانية، بعدين راح ننتقل الى المجلد مثلا ميوزك، تمام، بالشكل هذا. ثم نقول له ايكو وي ار ان، لا خلينا نقول هاف فن، اطرب يعني، هي. تمام. الان ايش راح نسوي؟ راح نرجع للهوم عن طريق ايش؟ لو سوينا سليب 3 وبعدين سوينا سي دي بالشكل هذا، المكان اللي جيت منه اللي هو الهوم، تمام، بالشكل ذا. ثم الان حطينا الاس، ثم نحط هنا رساله اللي هي ايكو this is where you came from، تمام، هذا المكان اللي جيت منه. طيب خلونا نجرب نشغل السكريبت نشوف ايش راح يصير، تمام. السكريبت انا حاطه عندي على الديسكتوب اعتقد، ديسكتوب، تمام. اوكي خلينا نشوف. اوكي راح للهوم، هاف فان بالموسيقى حن الحين.
اوكي هذا المكان اللي جيت منه. اقدر استخدم امر ثاني وهو اخر شيء عندنا اليوم وهو كيف انك تعرض المسار كامل. ممكن تقول this is where you came from ثم تحط هنا ايش تحط اللي هو PWD او ممكن انك تستخدم امر ثاني. لكن الامر PWD الفائدة منه ايش انه يعرض لك اسم المجلد الحالي تمام. فحنا انتقلنا الى الهوم راح نقول له مثلا ايكو هذه ثم نحط له هنا ايكو PWD او بلا صح بلاش ايكو هي تعرض لك اساسا بدون هذه. طيب نشغل السكريبت مرة ثانية نشوف ايش راح يسوي الحين. اوكي قبل ما اخلص we will go to home now خطأ تمام معروف انه خطأ لا احد يجي يقول لي انه خطأ ولا مو خطأ هي بس لاني اقصد به هنا اللي هي مجلد الهوم هوم دايركتوري ما اقصد به الهوم المنزل البيت. اوكي الى هنا انتهى درس اليوم وشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي وفي امان الله.